بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين. اللهم اجعل ألسنتنا عاملة بذكرك وقلوبنا بطاعتك وأسرنا بخشيتك، إنك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. بإذن الله النهاردة دلوقتي هنذاكر مع بعض الشابتر بتاع السكن في مادة الهيستولوجي. إن شاء الله شابتر سهل لذيذ. بداية بنقول ان السكين هو يعني معلومات كلنا عارفينها، بيتكون من طبقتين، تو لايرز، الابيدرمس والدرمس. كلمة درمس يعني سكين، وابي يعني فوق، طبقة الدرمس تحت والابيدرمس فوقيها. في البداية كده عايزة اعمل بس جاست كومباريزون صغير ما بين الابيدرمس والدرمس بالنسبة للنيتشر بتاعتهم، بالنسبة للأوجن بتاعتهم، بالنسبة للفاسكولاريتي، بالنسبة للسكنس، ايه مين اكتر من مين في السكنس وهكذا. انا هقارن دلوقتي ما بين ابيدرمس ودرمس. بالنسبة للابيدرمس هي عبارة عن ستراتيفايد سكويمس كيراتينايزد ابيثيليوم، اما بالنسبة للدرمس فهي عبارة عن كونكتيف تيشو عادي جدا. والابيدرمس دي هي اكتوديرمال ان اوريجين، اما بالنسبه للدرمس فهي ميزوديرمال ان اوريجين. وانا قلت دلوقتي ان اصلا الدرمس كونكتيف تيشو، واي كونكتيف تيشو الاوريجين بتاعه ميزوديرمال. اما بالنسبه للفاسكولاريتي الكابيلاريز بتروح لمين، يعني تبقى ابيدرمس ولا درمس؟ هي درمس فاسكولاريتي، الدرمس هي الطبقة فاسكولار، أما بالنسبة للإبيدرمس أي فاسكولار. الدرمس أكتر في الساكنس من الإبيدرمس. في طبقة تالتة اسمها هايبودرمس، ودي عبارة عن subcutaneous connective tissue fascia. دي مش included من ضمن ال layers بتاعت السكين، لا دي هايبو تحت الدرم. في كذا تايب من السكن، اول حاجه السك سكن والسن سكن. السك سكن سك علشان الابي ديرمس بتاعته سك، السن سكن سن. السك سكن نو هير فوليكل، ما فيهوش هير فوليكل. اما بالنسبه للسن سكن فهو في هير فوليكل. نبتدي ناخد الديتيلز بتاعت كل تايب من تو تايبس دول. بداية السيك سكن، السايتس بتاعت السيك سكن فين؟ بلاقيهم فين في البودي؟ سيك سكن ألاقيه بالمر of البالم of the hand and sole of the foot. طيب قبل ما ادخل على التفاصيل بتاعت الابيدرمس والدرمس بتاعت السكن، عايزه بس اعرف ايه اللي بيفصل ما بين الابيدرمس والدرمس. بيفصل ما بينهم حاجه اسمها بيزمنت ممبرين. ونتوقف هنا شويه ونقول ان الكونكتيف تيشو لما بيكون على ارتباط باي طيب من التيشو التاني لازم يفصلوا عنه بيزمنت ممبرين، وخاصة أنا هنا بتكلم عن الأبيدرمس والدرمس. يعني الدرمس دي connected tissue، طب الأبيدرمس ده epithelium، يعني لازم وحتما يكون في basement membrane. فالأبيدرمس والدرمس بيفصلهم حاجة اسمها basement membrane بس. أما بالنسبة للأبيدرمس بقى بتاعت thick skin، الأبيدرمس بتتكون من 4 types of cells. 4 types of cells enumerate ايه بقى هما مين؟ الكيراتينوسايت، ميلانوسايت، لانجرهانز سيل، وميركل سيل. انا بس عايزه احط التخيل لشكل السيل دي، يعني شكلهم عامل ازاي. في الابيدرمس العدد الكبير قوي حوالي 85% من السيلز الموجودين هي كيراتينوسايت، فهي يعني مكتسحه اللاير دي. embedded بقى في وسطهم السيلز التانية، ألاقي ميلانوسايت، ألاقي لانجرهانز، ألاقي ميركل
سل ماشي الاقيهم. وهنعرف ده يعني واحنا بنتكلم ان ديتيلز عليهم. طيب بالنسبة لأول سل اللي هي الكيراتينوسايت، الكيراتينوسايت هي arranged in 5 layers، 5 layers بالترتيب هما journal layer, trichial layer, granular layer, clear layer, pearly layer. أول 2 layer جيرمينال وبريكل، دول الاثنين مع بعض بسميهم مالبيجيان لاير. نبتدي ناخد تفصيلات بتاعه الجيرمينال لاير. ليهم اسماء تانية، جيرمينال لاير اسمها بيزل لاير بما ان هي اصلا اللي موجوده في البيز اللي على البيزمنت ميمبرين فاسمها بيزل لاير، أو stratum germinativum هي ال deepest most deep layer اللي موجودة في الابيدرمس. بالنسبة للسيلز بتاعتهم ايه أخبارها؟ السيلز بتاعت الجيرمينال layer دي ايه أخبارها؟ هي single layer من columnar cell. طب السيتوبلازم، السيتوبلازم هو بيبقى بيزوفيليك علشان فيه high content من الفري رايبوزوم، لان هي السيلز دي بتعمل ديفيجنز كتير، هي مسؤوله عن ان هي تجيب لي السيلز التانيين كريتينوسايتس التانيين، ف بتبقى بيزوفيليك علشان الرايبوزومز اللي فيها سبب الديفيجن. طيب الكونكشنز ما بين السيلز دي او الجنكشن فيها ايه؟ الكريتينوسايت اتاتشد مع other cells دي حاجة اسمها ديسموزوم، ومع البيزمنت ميمبرين بحاجة اسمها هيمي ديسموزوم. انا السكين بتاعي بقدر اعمل له رينيوال من 15 ل 30 يوم، يعني في حوالي 4 اسابيع بيتجدد بسبب الديفيجن اللي بتعمله الجيرمينال لاير دي طلع لي كيراتينوسايت كتير. الناس دي كانت اول لاير موجود فيها كيراتينوسايت. بعد كده الاقي حاجه اسمها تراكل سيل لاير. تراكل سيل لاير دي ليها اسم تاني تراتم سباينوزوم. تراتم سباينوزوم، سباينوزوم جايه من كلمه سباين، وهنلاقي ان فيها سباين لايك بروسيسز كده واحنا بنشوف بلايت مايكروسكوب. بس قبل ما نخوض في الكلام دوت، الاول هي بتارنجد اللاير دي اللي هي البريكي لاير بتبقى موجودة في من 4 لـ8 صفوف بلايت مايكروسكوب. اقدر اشوف البروجكشنز اللي احنا قلنا عليها اللي هي سباين لايك دي، جم يبصوا عليها بالالكترون مايكروسكوب لقوا انها سباينز فعلا. السباينز دي لقوها انها ديسموزوم، وموجود برضو بلايت مايكروسكوب قدرنا نشوف ان بوندلز من التونو فيلامنت موجوده في السيل دي. الميتوتيك فيجرز بتقتصر بس على التو لايرز اللي احنا ذكرناهم دول اللي هما بيعملوا ديفيشنز اللي هما الجيرمينال لاير والبريكل لاير. تالت layer اللي هي granular layer stratum granulosum. granular جت منين؟ granules، هتبتدي السل دي او layer دي تبتدي تظهر فيها granules. بتarranged من 2 لـ4 layer اللي هي ال stratum granulosum دي. flattened، السل بتاعتها flattened with flattened nuclei زي ما قلنا هيظهر فيها granules. two types من الgranules، كيراتينو هايلاين granules ولاميلر granules. كيراتينو هايلاين granules دي no membrane non membrane bound، هي بتبقى basophilic granules
فيها ايه؟ فيها amorphous component of soft keratin. amorphous component of soft keratin. amorphous amorphous يعني شكل, a يعني ملوش شكل محدد. amorphous component of soft keratin فملوش شكل, عامل زي العجينة. اسمه ايه؟ ايه الكومباوند ده اسمه ايه؟ اسمه اليدين. فعامل زي العجينة, اشكله زي ما احنا عايزين. على هذا الاساس هنبتدي نعمل الكيراتين. فاسمه amorphous component of soft keratin, موجود فيه الكيراتين وهايلاين جرانيولز. ده اول تايب من الجرانيولز اللي بتبتدي تظهر في الجرانيولار لاير. تاني تايب اللي هو اللي هي لاميلر جرانيولز, ودي اقدر اقول عليها اللي هي ميمبرين باوند جرانيولز. موجود فيها مجموعة من الكومباوندز زي فوسفوليبيد و ميوكوبوليساكرايد. طيب ايه فايدتها؟ ايه الفانكشن بتاعتها؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى خلقها ليه؟ خلقها بتاكت از ا بارير اجينست اني بينتريشن لاي فورين بودي, عشان ما تقدرش تدخل البودي بتاعي وتسبب اي مشكله. بس دي بالنسبة للتو جرانيولز اللي بتبتدي تظهر في الجرانيولار لاير. رابع لاير عندي في الابيدرمس كلير لاير ستراتم ليوسيديوم. ليوسيديوم يعني جاية من يعني صفاء, فيها صفاء او صافية. فانا ما اجي اشوف اللاير دي under the microscope ما بشوفهاش. فالكلير لاير دي هي transparent layer, بتبقى موجودة superficial للgranulosum. السلز اللي فيها بتبقى deep flattened cells no nuclei, ما فيهاش nucleus لاني انا مش عايزاها, يعني انا مش محتاجة nucleus. خلاص انا ببتدي املي, ببتدي اعمل احط كيراتين في السيلز عشان تعملي طبقه كيراتين, فانا مش بقيت محتاج مش بقيتش محتاجه نيوكليس. موجود فيها بري كيراتين فيلمنت واليدين برضو اللي هو الامورفس كومبوننت اوف سوفت كيراتين. الموست سوبرفيشال لاير ستراتم كورنيوم اللي هي هيرني لاير, ودي بتبقى فيها سكيلز من الكراتين, تبقى جست قشور بس هي من الكراتين. طبعا نو نيوكلياي باعتبار انها كونتينويشن, او باعتبار انها نفس السيل اللي طلعت من الجورنال لاير لحد اما بقت تبقى في الستراتم كورنيا. السكيلز دي بتاتاتش تو to each other برضو الديسموزومز, والكراتين بيبتدي ان انا بعمل له replacement عادي جدا عن طريق الميتوتيك وميتوتيك ديفيجن اللي بيحصل في الجرانيولار لاير, وبجدد وبيتجدد. السكين بتاعي بيتجدد زي ما قلت من 15 ل 30 يوم, يعني على مدار شهر. انا كل ده بتكلم في اللايرز اللي بتارنجت فيها الكيراتين سايت. ما كملتش لسه ال السيلز الثانيه اللي هي الميلانوسايت واللانجرهان سايت واللانجرهان سيلز والميركل سيل. بس هعمل بس جاست شويه معلومات مجمعه عن الكيراتين سايت, اتقالت قبل كده بس نجمعها. ان هي عبارة عن 85% من السلسة بتاعت الابيدرمس بتارينجت في 5 layers, وهي المسؤولة عن تكوين الكيراتين اللاير دي بالسلز اللي فيها. وكمان السلز كلها الكيراتينوسايد دي بتاتاتش تو ايتش اذر باي حاجة اسمها ديسموزوم, انما هي مع البيزمنت ميمبرين الكيراتين سايت مع البيزمنت ميمبرين بيهمي ديسموزوم. بالنسبه للاذر تايبس اللي موجودين في الابيدرمس من السيلز,
اللي هما غير الكيراتينوسايت، اللانجرهان سيلز والميرتل سيلز والميلانوسايت. اولا اللي هتكلم عنه دلوقتي اللانجرهان سيلز. لانجرهان سيلز احنا كنا جبنا سيرتها قبل كده في الشابتر بتاع الليمفاتكس، او اخدناها يعني قبل كده في شابتر الليمفاتكس. كنا اتكلمنا وقلنا ان هي من ضمن السيلز اللي هي انجين بريزنتنج سيلز اللي موجوده في السكن، يعني كان كل اورجان ليه اسم خاص للانجين بريزنتنج سيلز بتاعته. السكن لانجرهان سيلز يا ترى الشيب بتاعتها عامله ازاي؟ هي برانشد سيلز، هي برانشد عندها processes و projections موجودة في in between ال epidermal cells. بس الفرق ان كيراتينوسايتس اللي حواليها كلهم ماسكين بعض ب desmosomes. هي عندها صحيح projections وعندها process cytoplasmic process، بس مش مربوطة مع cell ال neighboring cell ب desmosomes. مهمة جدا، هي تحديدا موجودة السايت بتاعها موجودة في ال stratum spinosum. stratum spinosum ربنا سبحانه وتعالى خلقها من غير ديسموزومز لأنها ال function بتاعتها بتستدعي إنها تكون موتايل، فهي عشان تبقى موتايل وحرة الحركة ما تبقاش متقيدة بديسموزومز ومتربطة مع ال cells ال ايه ال neighboring cells. فال function بتاعها احنا قلنا يعني هي ليها function بت act as macrophage و antigen presenting cells في نفس الوقت. طب حاجة special ليها اقدر اشوفها ب ال silverstein، دي silverstein اقدر اشوف بيها ال Langerhans cells. ال nucleus بتاعتها irregular و indented، هي branched. ف بطبيعة الحال ال nucleus هتاخد برضو نفس الشكل، فتبقى indented وكمان irregular. ال cytoplasm في Golgi apparatus بيبقى well developed، ولكن حاجة specific ليها قوي granules اسمها Purpek granules، وهي بتبقى striated وواخدة شكل ال tennis racket بس يعني unknown function. بالنسبة لتالت نوع من الميركل من السيلز الموجودة في الإبيدرمس وهي الميركل سيلز، السايت بتاعها موجودة فين في الإبيدرمس؟ موجودة في البيزل لاير، موجودة في البيزل لاير موجود في الإبيدرمس. أكتر حاجة ألاقيها موجودة في الساك سكين، خاصة في الفينجر تيب، وأنا محتاجاها قوي في الفينجر تيب دي علشان التاتش سنسيشن. التاتش سنسيشن هي دي مهمتها وهنعرف ازاي دلوقتي. بحتاج الفينجر تيب كتير قوي في التاتش سنسيشن، ف بتبقى موجوده اكتر حاجه في المناطق دي، في المنطقه دي بتبقى اتاتشد مع النيبرينج سيلز بي ديسموزومز. حاجه خاصه بيها اقدر لو اشوفها عند الميكروسكوب بتبقى لارجر ذان النيبرينج سيلز كله. ايه اخبار النيوكليوس بتاعتها؟ النيوكليوس بتبقى سنجل واندنتد وسنترال. طيب بتبقى اسوشيتد مع سنسري نيرفز بحاجه اسمها ميركل ديسك او ديسك لايك اسمه ميركل ديسك. النيرف سنسري او سنسري نيرف اللي داخل للسكين بيبقى لص من المايلين شيز اللي عليه، وبعدين يبنتريت البيزمنت ميمبرين ويوصل لحد الميركل سيل ويأسوشيت معاه، وبتأكت في اللحظة دي از اميكانو ريسبتور. تقدر تحس الضغط البريشر و اللي هو التاتش سنسيشن، وفيها طبعا جرانيوز وكونتين جرانيوز. انا كده خلصت الميركل سيل. في بالنسبة للسنسوري ريسبتور ممكن يكون في السكين، طبعا ممكن يكون فري نيرف اندنج بتحس البين وبتحس التمبريتشر، وممكن تكون ميركلز نيرف ديسك بقى اللي بتحس التاتش سنسيشن زي ما احنا قلنا. رابع نوع
رابع طيب من السيلز الموجودة في الإبيدرمس، وآخر نوع اللي هو الميلانوسايت. الميلانوسايت الأوريجن بتاعها منين؟ الأوريجن بتاعها من النيورال كريست، من سيل اسمها ميلانوبلاست. الميلانوبلاست بتمايجريت من النيورال كريست وتطلع لي الابيدرمس. موجودة فين بالتحديد؟ موجودة in between أو below ال basal cells، يا إما in between يا إما below. بيبقى عندها cytoplasmic processes long cytoplasmic processes، تقدر تحطها in between، تقدر ت extend ليها in between ال deep layers من الابيدرمس اللي موجودة. هي مسؤولة، الفانكشن بتاعتها الأساسية مسؤولة عن السنتز بتاع الميلين، سوري الميلانين، علشان هي عندها تايروزينين انزيم. تايروزينين انزيم مسؤول عن عملية تحويل التايروزين إلى ميلانين. النيوكليس ايه أخبارها؟ النيوكليس سنترال rounded و vesicular، يعني هي active. السيتوبلازم contain rough endoplasmic reticulum، Golgi apparatus و melanin granules اللي هي melanosomes. البيجمنت تقدر تتنقل من السيل دي الميلانوسايت للنيبرينج سيل، للكيراتينوسايت اللي حواليها، من خلال اللونج سيتوبلازمك بروسيس دي تقدر. البيجمنت تطلع ويحصل فاجوسايتوزيس من الكرياتينوسايت ويبقوا محتويين على البيجمنت اللي خرجت من الميلانوسايت. عملية خروج البيجمنت دي اسمها سيتوكراين سيكريشن. طب عشان انا اعمل ايدنتيفيكيشن للميلانوسايت استخدم حاجه اسمها دوبر رياكشن. الدوبر رياكشن الميلانوسايت هي بوزيتيف دوبر رياكشن. ايه اللي بيحصل؟ التايروزينين انزيم بيخلي لي الدوبه لدارك بيجمنت، بيحولها لي. فلما باجي اكشف عن الميلانوسايت بلاقيها بوزيتيف، اي سيل تانية بلاقيها نيجاتيف. وبالمناسبة هلاقي الميلانوبلاست بعد ما هي بتمايجريت من النيورال كريست وتروح للإبيدرمس زي ما احنا قلنا من شوية، بتبقى في الاول نيجاتيف دوبا نيجاتيف. بعد كده بعد ما يبتدي يظهر التايروزينيز انزيم فيها ابص الاقيها بقت بوزيتيف. طيب ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا الميلانين ليه؟ يعني ايه فايدته؟ بروتكشن بكل حال من الاحوال. الجرانيولز بتاكيوميليتد سوبرا نيوكليير، في السوبرا نيوكليير ريجون بتبروتكت النيوكليوس، دي اولا. ثانيا طب بتبروتكت ازاي؟ برضو البيجمن دي بتمتص الالترا violet light، تعمل absorption دي فبتمنع اي ضرر منه. الناس اللي هم النيجرو عندهم نيجرو سكين اللي هم السود بيبقى content من الميلانين عالي. طب الناس اللي عندهم failure في البرودكشن بتاع الميلانين اللي هم الالباينو اللي هم الناس الشقراء. طيب degeneration بتاع الكيراتين بيبقى فيوز مع لايزوزوم موجودة في الكيراتينوسايت ويحصل له degeneration. كده احنا خلصنا الجزء بتاع
الابيديرمس بالسيلز اللي فيه باللايرز اللي فيه بتاع السيك سكن. دلوقتي الديرمس الطبقة التانية زي ما احنا قلنا هو connective tissue، موجود فيه collagen bundles، موجود فيه elastic fibers، موجود فيه reticular fibers، موجود فيه cells بقى بتاعت ال connective tissue بأنواعها fibroblasts, macrophages, plasma cells, mast cells و extravasated leukocytes وهكذا. طبقة الديرمس divided into two layers. Superficial papillary layer فيه dermal papilla و deep reticular layer. بالنسبة لل superficial papillary layer هي loose connective tissue ولكن mainly فيها vascular rich in capillaries بتextend into لحد ال epidermis وتعمل projections كده اسمها dermal papilla. اما بالنسبة لل deep reticular layer اللي هي dense connective tissue وهي dense irregular connective tissue موجود فيها elastic fibers و reticular fibers و collagen، دي less في ال vascular و ال capillaries عن ال papillary layer. ال papillary ridges دي مسؤولة عن وجود الفينجربرينت، طبعا كل حد فينا الفينجربرينت بتاعته خاصة بيه، فهي ال papilla ridges دي هي مسؤولة عن ظهور بصمات بتاعة كل شخص. الديرمال ريجز دي ريجز بتكفرد بي ال epidermal، ف يعني ال derma بتعمل papilla وال epidermal ريجز برضو فوقيها ف برضو بتعمل papilla، فالاتنين مع بعض بيعملوا الشكل بتاع ال papilla ده. اولا ال primary dermal papilla may be splitted و بتبقى second two secondary dermal ridges. دلوقتي هنتكلم عن ال thin skin. ال thin skin عنده thin epidermis ما فيهوش حاجة اسمها dermal ridges، ما فيهوش و no fingerprints، ما فيهوش والنمبر بتاع السويت جرين قليل. فانا دلوقتي هيتقسم طبعا زي اي تايب من السكين ابيديرمس وديرمس. الابيديرمس هنا طبعا اكتر ارفع اكتر وسينر اكتر من السيك سكين. طب بالنسبة لي اللايرز بتاعتي تراتم سباينوزم مثلا، لا ريديوزد في السكنس بتاعها. طب والستراتوم جرانيلوزم هناك كانت من 2 ل 4، دلوقتي هقول واحدة سنجل لاير. ستراتوم ليوسيديا هناك كنت بشوفها في السك، دلوقتي ميبي ابسنت، يعني ابسنت ولو ظهرت بتبقى ديس كونتينوس. ستراتوم كورنيا تبقى السن، ودي بقى الكراتين طبقة رفيعة جدا. طب الديرمس، الديرمس الاقي فيها هير فوليكلز والاقي فيها سبيشس جلين والاقي فيها نمبر ضعيف جدا من السويت جلين، مفيش فيها حاجه اسمها ريجز، مفيش بابيلا، مفيش فينجر برينت. بالنسبه بقى للجلينز الموجوده في الديرمس، السويت جلين هي عباره عن تيوب كويلد على نفسها كذا مرة، موجودة في سايتس كتير. أصلا هي منها تو تايبس، اكراين جلاند و ايبوكراين جلاند. في
اماكن فيها الاكراين سويت جلاند، في اماكن فيها الابوكراين، وفي اماكن ما فيهاش حاجه خالص. الاماكن اللي هي ما فيهاش حاجه خالص، اللي هي ما فيهاش سويت جلاند اصلا، اللي هي اللبس، شفايف، النيل بيد، والجلاند بين. الاماكن اللي فيها اكراين بصراحة كتير، هما اصلا 300 مليون all over البودي. الابوكراين زي ما كان ما في في 3 ما فيهمش خالص، في برضو 3 فيهم ابوكراين بس، اللي هم ايه؟ الاكزيلا وال الالر بارت بتاع البريست، وكمان البيوبيك ريجن. بالنسبة لأول تايب من السويت جلاند اللي هو الاكراين سويت جلاند، اللي هو موجود في الثيك سكين، مينلي في موجود في الثيك سكين وموجود all over البودي بتاعي وكده، بيتكون من two portions، secretory و excretory. بالنسبة لي السكريتري lined بسنجل لاير من الكيوبويدال سيل، موجود في الدرم، في تو سيل، اولا بيل، ثانيا دارك، بيل كلير ودارك. طيب هنعمل مقارنة، مين اكتر؟ البيل الاقل، الدارك. طيب بالنسبة للبيز والإيبكس، البيل البيز وايد والإيبكس نارو، الدارك العكس، الإيبكس وايد والبيز نارو. البيل طبعا بتبقى بيل سايتوبلازم، بيل سايتوبلازم بتاعها بيل، الدارك تبقى دارك ستين سايتوبلازم بسبب الجرانيول. الاشكال بتاعه السيلز دي لازم نراعيها جدا واحنا بنرسم، بيبقى لازم نعمل البيل وايد بيز ونارو ايبكس، والدارك وايد ايبكس نارو بيل. اليومن بتاع السكريتوري بورشن وايدر ذان اليومن بتاع الدكت، السكريتوري بورشن بيبقى surrounded by myoepithelial cells، عشان لما تعمل contraction بتسكويز ال sweet secretion ويخرج بره. حوالين ال secretory portion في connective tissue بي surrounded ليه، بيعمل sheath حواليه، وكمان plexus من الكابيلرز. أما بالنسبة لل excretory portion، وده هو عبارة عن الدكت، بيمشي في تورتس كورس متعرج في الدرمس والابيدرمس، يبقى هو بينقسم لحاجتين، الدكت بتنقسم لحاجتين، ديرمال بارت تو بارت، ديرمال بارت و ابيديرمال بارت. اولا الديرمال بارت lined by two layers من الكيوبويدال سيل، وده اللي بيعرفني وده اللي بيفسر لي ليه هو نارور زين السكريتوري بورشن. اما بالنسبه للإبيديرمال بورت، الوول بتاعي هو الحاجه اللي حواليا، انا في الإبيديرمال يعني حواليا كيراتين زايد، خلاص يبقى الوول بتاعي هو عباره عن كيراتين زايد. تفضل دكت ماشيه لحد ما تطلع على السيرفيس وتفتح عليه وتطلع السكريشن بتاعها اللي هو السويت سكريشن، اللي هو عبارة عن ووتر، صوديوم، ونيتروجينوس برودكت. طيب تاني تايب اللي هو الإبوكراين سويت جلان، احنا قلنا ان هي موجودة في الأكزيلا وفي البريست والبيوبيك ريجن، برضو بتتكون من سكريتوري بورشن و اكسكريتوري بورشن، وهو الدكت. سكريتوري بورشن وايدر، في سنجل لاير،
من الدارك سيل كيوفويدل أو كولامينر، موجودة على البيزمنت ميمبرين، بس ما بينهم برضو مايو إبيثيليال سيل. السكريتوري بورشن بيجيلها نيرفيشن من الأوتونوميك نيرفس سيستم. بالنسبة للإكسكريتوري بورشن بتختلف عن في الإيبوكراين، بتختلف عن الإيبوكراين، هي سيميلر في كل حاجة، ولكن الأوبن بتاعتها بدل ما تفتح على السيرفس في زي ما هي في الإيبوكراين، بتفتح هنا في الهير فوليكل أطف الأوبنينج بتاعت السبيشيس جلاند. والسويت هنا بيبقى أدر، مش هو بيبقى أدر بس بفعل البكتيريا عليه بيكون أودر. طب الميكانيزم بتاع السكريشن بحاجة اسمها إكزوسايتوز أو ميروكراين سكريشن. الإبوكراين ما بتفرزش السكريشن بتاعها إلا ما يكون في كونديشن، أو بتفرزها في كونديشنز اللي هي الإكسايتمنت ولما يكون في أراوزد إيموشنز يعني. طب إيه الفانكشن بتاع السويت جلاند؟ السويت اللي بيطلع دوت بيعمل حاجة اسمها ثيرمو ريجوليشن. ثيرمو ريجوليشن ببساطة شديدة انا السيلز بتاعتي بتعمل ميتابوليزم، ميتابوليزم بتطلع طاقة. فالسويت جلاند بتخرج الووتر، فالطاقة بتخرج على هيئة ووتر ايفابوريشن بس.